السلام عليكم. برشا اصحابي كي نبدا قاعد معاهم في القهوه ولا في الدار يقولوا لي بما انه انت فارس ديما تعمل في كلك تور دو ماجي وكلك تور دو كارت، نتصور كي تبدا تلعب في تروح كارتة اونتر جيمي تتحايل في الكارت ولا تسرق. في الفيديو هذايا باش نوريكم كيفاش واحد ينجم يغش في الكارتة. لهنا عنا دو كا، الكا الاولاني باغ اكزومبل نبدا كي نبدا انا نجري معناتها انا ديستريبيو الكارت، والكا الثاني كي يبدا واحد اخر يجري. مش ما نطولوهاش نبداو بالكالولي معناتها كني انا نبدا نجري. وباش ناخذو كوم اكزومبل لو جو دو بوكير، نتصور برشا عباد يعرفوا البوكير كما باش ما نقولش اغلبيه. باهي يا سيدي، دونك ناخذو الكارت نتاعنا نقصوها هكا بكدا 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 ونشوفوا شنيا الورقه الاولى اللي جاتنا. الورقه الاولى اللي جاتنا اون دام دو بيك، ورقه باهيه. باهي يا سيدي، ناخذ الدام دو بيك نتاعي نحطها هنا هنا. دونك انا بشوي كي تبدا باش تبدا عندي كف باهي، لازم الورقه اللي بعدها سواء تجيني دام ولا ورقه ما اقوى منها. دونك ناخذ انا الكارت تاعي نزيد المشكي هكا بالكدا نقص قصات ونشوف يا سيدي شنو هي الورقه اللي جاتني. لهنا جاتني اون دام دو تريفل، سي بارفي، معناتها تو عندي اون بير دو دام كحله حلوه برشا نحطها هنا. دونك لاني عندي اون دام دو تريفل اون دام دو بيك. بعد ما جري واحد هبط كيما نقولوا احنا بلغتنا الفلوب في قانون البوكير، نلقى اللي لي دو كارت هذوما ما يساعدونيش، الكولور الكحلة ما تساعدنيش. دونك شنو هي واحد لازمو يعمل؟ دونك لهنا واحد كي مشكل الكارتة مليح بالكدا 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 يزيد يمشكل أكثر ويعمل باغ اكزومبل هكا ويجي يشوف واش نلقى هنايا. نلقى هنايا عندي لي دو دام كحل. كيفاش لهنا عندي لي دو دام كحل وفي كفي عندي دو دام كحل ما تجيش؟ دونك كاين لهنا عندي اون دام دو بيك وان دام دو تريفل، لهنا شنيا ولا عندي؟ ولا عندي لي دو دام احمر اللي نجمو يربحولي، خاطر انا كنت حاجتي بالاحمر، نجمو نشوف. باهي، هذايا الكا الاولاني كيما قلت لكم كي يبدا واحد مثلا، كي نبدا مثلا انا نجري. الكا الثاني يبدا واحد اخر هو يديستريبيو لي كارت. دونك كيما تشوفوا لهنا عندي اون دام دو كور، اون دام دو تريفل، اون دام دو كارو، اون دام دو بيك. باه باش ناخذو لي دام تاعنا باش من بعدهم نحطوهم احنا هنا باغ اكزومبل هادو مش نتاعي ونشوفو شنو الوراق. باغ اكزومبل ناخذو اي وراق اللي يجي مثلا هذي هذي وهذي باغ اكزومبل نقولو هذايا. باه ونشوفو هاي سيدي، نشوف الوراق اللي عندنا ما غادي مستحقوهاش باش نحيوها. لهنا مثلا بعد ما جري وشنو جاي عندي وراق؟ لهنا ولاو عندي اربع اوراق حلو ما نجم نعمل بهم حتى شيء، لا نجم لا يربحوني لا حتى شيء. دونك لهنا لازم واحد يبدل عمليه التحايل كما نقولوا واحد. كيفاه في الكا هذايا؟ لازم حاجه نسميوها احنا لا ميز ديريكسيون، معناتها تلهي في حاجه باش نجم تعمل انت التشينج نتاعك. باغ اكزومبل لهنا عندي خمسه بيك، بما نقولوا باغ اكزومبل انا قاعد في القهوه فما هنا كاس قهوه نجي نهزو منا لنا. في الوقت هذا كله في الوقت اللي عملت بيه منا لنا الورقه اللي كانت 5 دو بيك ولات دام دو كور تبدلت. كيفاه؟ والله اعلم. ها يا سيدي هذه الاولى تبدلت. الثاني لنا شنو عندي؟ عندي 8 تريفل و6 بيك، نحطهم انا هنا نحركهم هكا شوي شي نجي نشوف نلقى واحده منهم تبدلت ولات دام دو تريفل. حلو بالكدا باهي. ولهنا لهنا عندي 6، تصور انا ناخذها ونعمل ضربه هكا صغيره هوب زوز وراق لهنا يوليو لي دامات. اما فما مشكله، تصور انت يبدا واحد وراك ويشوف اللي انت بدات لك ورد لازم تيك تاك في ساعه في ساعه كي واحد يقول لك اه ريت حاجه تقول له لا سمحت فما حد شيء. لهنا عندي رجع عندي اربع ورق حل، انا شو رجعت وصلت ثلاثه خاطر ما تربحنيش. دونك كي لهنا عندي ورق حل لهنا شنو هي عندي؟ حاجه نصور واضحه على الاخر. لهنا عندي الدام تاعي هذا الدام الاولى الثانيه الثالثة والرابعة. أما مش واحد كيما نقول يبدأ أن بروفيسيونيل في الغشة، صحيح الدام هم كوارت باهين، أما كيما يقولوا سوسة يوليو أحلى بارشا من الصور. هكا احنا كيما قلت لكم واحد كيفاش ينجم يتحيد أونتر كيمي مرة أخرى في الكارتة.
ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، وملتقينا ان شاء الله في فيديو واحد اخرى، والى اللقاء. تشاو تشاو.